تحتل ولاية الوادي الرتبة الثانية وطنيا في الإنتاج الزراعي، ودفع الارتفاع المضطرد للإنتاج من جهة، وتكبد الفلاحين لخسائر كبيرة نتيجة لتذبذب الأسعار من جهة أخرى إلى تزايد الاهتمام بالتصدير، غير أن عراقيل عديدة حالت دون تحقيق النتائج المرجوة من ذلك. دخل موضوع القيمة العلمية والقيمة البيولوجية لمنتوجنا يا فلاحين ويا منتجين ويا إدارة، وراح نشوف شحال من مؤسسة، لأن الدول الغربية يهمها صحة أولادها. التصدير أن تكون هناك استراتيجية، استراتيجية على مستوى أن تكون هناك مساحات مخصصة للتصدير. يشار إلى أن والي ولاية الوادي عبد القادر بن سعيد كان قد تعهد بتقديم كل التسهيلات للمصدرين. كنا عاينا واقع الفلاحة على مستوى الولاية، والنتيجة كانت أنه أو الحوصلة أو الملاحظة الأساسية أنه ولاية الواد وصلت إلى مستوى محترم جدا في الإنتاج. كما تعرفوا اليوم صبحت يعني في المرتبة الثانية في إنتاج المحاصيل الفلاحية، لكن كان المرحلة الثانية لازم تكتمل هي مرحلة التصدير اللي هي أساسية. هذا وينتظر فلاحو المنطقة والمصدرين فيها دخول محطة الشحن الجوي بمطار قمار الخدمة خلال شهر جانفي القادم.